بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسرور فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب خذاف اليوم للهب شعبه هذا المريض النفسي حبوا قولوا له التواسع الى هذا المريض النفسي يا قذافي صوت الحق سيكون عاليا يا قذافي ارهابك لن يرهبنا يا قذافي دم شهداء وحق الشهداء يا قذافي لن ننسى ما فعلته بدماء العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسرور فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اللي غفور ورناك في المسك دور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسهول فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اللي غفور ورناك في المسك دور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسهول فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخيال بالغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسرور فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اللي غفور ورينا كيف المسك دور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب وحد العرب فور عالسهول فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اللي غفور ورينا كيف المسك يدور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا وحد العرب يا بركان الغضب ان يكون حوارا من قبل ليس الان عندما راى الشعب ينزل فنحن هنا نبرر ونقول بان يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسرور فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اللي غفور ورينا كيف المسك يدور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب في الاعتصام هذا نحب ونحن عندنا مطالب سياسية من أهمها تكوين مجلس تأسيسي المجلس التأسيسي هذا مش يمثلنا نحن ويصن دستور في شكل مسودات يعبر عن آرائنا الآراء الكل يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسرور فور عالرمال نحب نفهم شنو معناتها هالحكومة هذية فهمونا عملونا كنا نشعر كلنا عرب وكلنا نمثل الوحدة العربية كلها ونمثل مصر ونمثل ليبيا وكل الشعوب العربية وخاصة تضامننا مع ليبيا يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسرور فور عالرمال انزل عليهم اقتلال من نبض الشارع الأردني متمازج مع شوارع عربية أخرى في بنغازي وطرابلس والقاهرة وبغداد وهتف لدماء الشهداء الليبيين وطالب بمساندة حقيقية للشعب الليبي وداخليا جدد مطالباته بالملكية الدستورية القائمة على تعزيز سلطة الشعب فوق نزيف الفساد في البلاد الشعب يريد الإصلاح النظام لا يريد الإصلاح الشعب يريد سرعة الإنجاز
النظام يريد الالتفاف على المطالب، الشعب يريد للحكام أن يفهموا قبل فوات الأوان، الأنظمة والحكام لم يفهموا بعد، لم يسمعوا، عليهم أن يسمعوا ويفهموا قبل فوات الأوان. لا يحق لأي شخص أن يقوم بحل البرلمان دون ضوابط وحدود محددة. جئنا لنقول بأن رئيس الوزراء يجب أن ينتخب من البرلمان وفق حكومة برلمانية محددة. يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب يا موحد العرب، فور على الزهور فور على الرمال، انزل عليهم خلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب، اللي هو فور ورينا كيف المدفع يدور. يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب فور على السهول فور على الرمال، انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب، ارمي وفور ورينا كيف الموت يدور. يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب يا موحد العرب، فور على السهول فور على الرمال، يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب يا موحد العرب، فور على الزهور فور على الرمال، انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب، اللي هو فور ورينا كيف الموت يدور. يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب يا موحد العرب، فور على السهول فور على الرمال، انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب.